نشاهد مع المباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء ومع الجولة الكبيرة التعليق أحب حب فارس عوض. وموعدنا اليوم مع مباراة ضمن ديفيجن رايفلز. لدينا اليوم فريق أرسنال في مواجهة أرسنال، على أمل بأن نشهد مباراة كبيرة بين الفريقين وأن ترتقي لمستوى التوقعات والتطلعات. يبعد الكرة بعد يطلب الكرة الخطيرة. بشكل قصير، تدخل في توقيت مناسب، الله على استخلاص الكرة. كريستيانو رونالدو، بداية محاولة من جانب أرسنال، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. العيون على رونالدو، وأكيد عليه ضغوطات كبيرة لكي يقدم مستوى كبير اليوم. خطير جدا على المرمى، حتى قدرة على التسديد الصاب في الكرة، ولديه قدرة أيضا عالية في الإلهام. ركنية النفاذ، الحارس بكل شجاعة بعد الخطورة. نبيل فقير، ممتاز كانتي في الاعتراض. يا عوص عامل ايه؟ وصلت؟ والله يا صاحبي وحشني. جميل فشخ يا معتز عبد الرحيم بجد، والله انا بحبه والله. طيب نيك، ايه يا كوكو؟ ايه يا كوكو ضعيف؟ ايه يا كوكو انت كل ده بره؟ بسم الله ما شاء الله. انا عمور وحشني يا اسطى والله العظيم. ايه ازيك انت؟ ده فينك؟ انا كويس، حاضر هشوفك. انت ليه ساعات بديك مطلع الواد الجديد بره؟ انت ما بتحبوش؟ حاسك ما بتحبش الواد الجديد. نبيل فقير بقى، نبيل خرا بقى، خلصنا من القرف ده من كان زمان. صاحبي اكتب لي كومنت كده فرحني بيك، حسسني ان انت موجود يا صاحبي. نبيل فقير، امك الصم فقرك، امشي بقى. ايه ده رونالدو فيه ايه؟ يلعن شيكو مدرب. كنت فاتح على التلفزيون. ايه رايك نفتح؟ بس هيبقى فيه لاج يعني، مش هقول لك بص اللي جاي ولا تنس. انت هنا بتسمع صوتي مع الاكشن اللي بيحصل صح؟ ابدا فنتات ولا لسه؟ الله، برناردو سيلفا والله العظيم ضايع. ابدا في البيت استفسر الواد ده هيحط جون. صاحب المزاد الثانية مفتوحة. اه يا لعب ولعب. هو الشباب مش متمركزة ليه؟ معلش فرصة
جيجز جيجز بقى وسكولز وسولشاير. ترقص مين؟ ما حد كلمك؟ بس عايز لسه دلوقتي. انا دلوقتي انت شفت كام فنت يعني؟ عد معايا قول لي اه لا ده حلو ده ينفع. واحد واحد اللي هتجيك. لا ده عبيط ملوش لا كده فاهم ولا. بص بقى الباص ده ايه رأيك؟ حاجة زفرة. ماشي مصعبها مصعبها على نفسنا صح؟ كرة على الطاير. تعال بقريف يا حكم يا حكم يا ابن الشغالين فيك. نتكلم ماسنجر شات ماسنجر يعني. بس ده اصلا عايز اكسبه. تنطلق الان 45 دقيقة اخرى من هذه المباراة. كرة عند جنيولا يا اخي اتش بترقص برايس وانت اخير اخي اتش جيرجين يا اخي اتش. انا هفضل افضل من دي اخيات ولا ايه؟ وانا حظي ان الوضع بيت بس قشطه يعني. بص هتروح لصلاح ازاي؟ هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها. يا ابن الميتين كره برناردو سيلفا سايد ده ده الاكسندراني ولا الفقير؟ اي فقير يا ابن الشلمطه اتزحلق يا فندم. انا جاي بهزر الصراحه. دي واحده التكنيكس بس دي ان انت اللي هتلعب الماجين البلاي اوف مش انا جاي ايه. كابتن مالك سخنت ليه فجأة كده؟ صلي على النبي مالك. صعب خالص سواء اي حاجه. طيب طب ايه نكسب الماتش ده ولا نخسره ولا يعني ايه رايك؟ الخطة بقى ايه؟ انا بحبها احا اداء زرخة حقيقي. بص انا هقلبها الترا ديفنسيف
الخطة دي انا بحبها، هي دي الخطة بتاعتي في الشامبيون السنة اللي فاتت. اجلد على اجلد الشراميط، على اجلد الشراميط، انا شراميط، اجلد الشراميط صاحبي. الكرة فين؟ ايه ده؟ لا يا ابن العرس، ده مستهين بيا فشخ. عايش يا برناردو. جنولة سقف، سقف يا جنولة، سقف سقف، عايش يا جنولة. تيزي تيزي ضربني. انا عايز جنوره. ماشي يا عم، انت تعال ما في على زبي اندرسون. حسام عوار. لا 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 ارجع، هننزل كانتي مكان الرز. جوردان امافي، مين اوس ده؟ عايش امافي، امافي على قديمه تمام قوي. اقطع امافي، هات امافي، امافي شباب فين؟ كسولة. ديفيد كسولة ده رئيس، ما طلعش رئيس، ما طلعش. حبيبي انت كنت قاطع يا حبيبي. لا حول الله يا رب. يا لعب ولعب ويا لعب ولعب والولا والبنج ورئيس وعالمي على زبي اندرسون جامد. طبيعي جاي جامد، واد جامد. يلا جنولة. سي
اخس عليك يا كسولة، كسولة تعمل عيوبك يا عس. واحد ماتش، ايه رايك؟ حاجة زي الخرا. جميلة جميلة. الفكك مهاري، اتش بقى مهاري ناتج على زمان. سواء انا ولا بلعب، الاتنين زي الخرا مش عارف. انا ولا بلعب 653 ألف، عايزين نجيب بقى ايه، لاعب ابو تريكة يلعب في كل الاماكن. يلا الشباب، الشباب جاهزة. الالكسندريني كوب ده يا عم، كوب كوب خدتش بالي الصراحة. انور اف سي ده لو ده رمي حسني حنيكو. كوب 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 ماشي. هو الكوب بس مشكلته ان هو ايه، في الدفاع تقدر تنيكو براحتك، يعني تقدر في الدفاع لو الاتنين مش متفاهمين فالدفاع بيبقى شوربة المفروض، يعني لو واحد فيهم عبيط والتاني تقريبا ايه تخلف. لعيب واحد، واحد لعيب والتاني جامد. يا كوب ده لعب، هو لعب ولعيب، لعيب الواد ده. ناكل سمك بتاع جاي في السم انا يعني. خي ما بعرفش اعرف بقى. مش لاعب له يعني، كله قاطع ان انا حقق فمش لاعب له. ماشي يا برناردو جلاد، جلاد كراريس ابن عرس. فين بكتيريانو؟ لعب لعب بقى ومهارات. يا لعب اهو. صلاح اخسى عليك يا ابو صلاح، اخسى عليك يا صلاح والله العظيم. محمد صلاح وصلت لميسي، ميسي ولعب ولعيب ولعيب الواد ميسي لعب في لعب. واحد بصوب معك صلاح عم رونالدو. واحدة واحدة في ايه، واحدة واحدة وجه قدم خارجي دي. لعيب مهاري تقلق منه. مش كده انا عامل هنا جينولا ستي فورورد. انا خايف من كريستوفر انكونكو والله، نفسي صلاح يجري.
الواد لعيب، الواد لعيب واللعب جامد. عايز يقول له خليك انت جوه، خليك انت جوه. ولا رز واحد، انت بساطتك عاليه. أليسون يصديه فشخ، يصد جامد. سحب داني انجز بقى. يا ريس ماذا تفعل هنا؟ انا محلفك يا عم، اقعد بقى يا عم. يا عم بقى الله يكرمك. حمد صلاح، حمد صلاح اه ولعب. كونكو بقى شايف بلا اضغط الزد بالثلاثه ولعب. وفي لعب فيكتوريانو حلوة يا زينولا. ماشي والله العظيم قاطع عليها عشان انت متخلف واهبل. حول الله يا رب. قسم دي باص انا متعلمها. هي هتروح هنطلع بدون حاجة. جنولة قطع حلو بس لا عبطلة، عبطلة نوع عبطلة تاني. طب كده فيتش بيلعب بالنور يا جدعان. والله العظيم ما عامل فورورد ران، والله العظيم بوزيشن ودايركت باسنج. والله ما بحبش العيال تجري الا لما انا اجريها. هناك نيك بقى. رونالدو غشيم ليه؟ اه يا زينولا والمهارات مهاري زينولا. مشكلة زينولا انه جاء في زمن اتش موسي. ماتش جميل. مشكلة زينولا اللي فيه كسوم واحد نسخة بيلعب فيه. ثلاث متناكين ماسكين الدراعات. ثلاث متناكين مستكين الدراعات وبيلعبوا في شركة اي سبورت يا جدعان. كفاية ماتشات الماتش. انا في مهارات ما عملتهاش والله العظيم، حاجات كتير بس قشطة. ماشي يا رب. هتلاقيه بقى يقفل بيكلم صاحبه على الماسنجر بقى اشخر يا عم في ايه ما تلعب يا عم. الواد عندي جنولة يا عم. ايه جنولة؟ ايه المشكلة؟ ما احنا عندنا روي كين. حلو الفنتات ملهاش اي لازمة. حلو الفنتات عندما هذا في فنت جاتاني ده في. لا ده في كتير بس في حاجات يعني قدامك المفروض يبقى سايبة خالص. برضه عبيط. في حاجه بقى اللي في حاجه اسمها ان انت تكنسل الفنت. يعني بص اهو بق بق بص كان وقف في النص. حلو فشخ دي. وقف
بس ده جميل. حلو يا حس، يا ابني انت ما بتعرفش تخلط. ضربوا النجم. دايركت ان دايركت باص بقى لمحمد صلاح، فان دايك بيحرجم على جون. بدأوا جد ليه كده في ايه؟ تعال نقوله يا ولد ولد ولد، نقوله كانت جميل. العيال بتلعب جد اصلا. فتحت هناك بس قفلت هنا بجد. اخس يا بكتيريا الكس يا ابن العرس، اوعى. عيب والله يا كانت عيب. انت يا ولد طب رقص بجنون ايه. طيب مين خريان؟ بكتريانو يا صاحبي، انت ما بتعرفش تخلط ليه؟ صاحبي انت ليه ما عندك خلوط؟ عافية فشخ. تسمح عايز ازازة زيت عافية. ابتدك فيها مسمار. اوعى دياب العبيط على ابن العبيط. او جري في الرئيس. نسيت هنا حدوثي والله العظيم. لا لا الولع على الله فشخ ما شاء الله. هو اللي معايا الاثنين ايه في الضياع. الهجمه جايه من هنا يا صاحبي. والله العظيم يا صاحبي عيب. خلاص الماتش خلص. الله
يا صاحبي مالك يا صاحبي، انت غريب جدا. يا رز رز. استنى احكم لك العيال دي قشطه. لا صاحبي هاوش مع ال تودي قديمه. حسام عوار وصلت الى ارنولد. بص حط تايم فينش، تايم فينش حس. معلش السلام عليكم. لا لا تطيب زلا هتلاقيني اقول له وقعوا راح فين يا هلس. لا تايم فينش جرين فنس فشخ. ده الماتش يخلص 5-6. هل ما مفيش تقريبا لسه فاتحين الاكونت كمان ماتش رايفلز بعد كده نخش واحد بلاي اوف. اح اتس حتى صح. بوميانج بقى الكارت السريع ماتش ده بقدام فان دايك انفورم ايه وبتاع مالهاش قرف بقى. الوقت كده هيقلق منها هيخش عليها من بعيد. بس عمال يحجز ازاي؟ الفكره بقى في الفنتات كده انت بتخلي المتحجم اللي قدامك. بس الدراج باك دي برضو دي عملتها في الحارس لما كان طالع عليا. بص واخد خطوه لورا حسب ان انا هرقص. تمام يا ديلاني يا ابن متناكل. يا صح والله. بص عمال يحجز اهو. بص خايف يخش ازاي. بص بقى ياخد الكرة يقعد يجري بيها. هيحط جول عادي. ده السيناريوهات طبعا للناس اللي هم محترفين بيبداوا بيها. هناخد الكرة ورقص واتقل والعب لعب حلو. هياخد الكرة واطلع اجري مفيش وسط.
لا لعب خايف، قال لي خد الكورة عشان انا خايف. حلو يا برناردو، عايز ايه اللي في المايك الداخلي النهارده؟ ده عندهم محمد صلاح زينا. ايه ده بس، ده جامد ده. يا صاحبي اعمل، هترجع تلاقي 3-0 ان شاء الله. عديت، طب اتش عديت باصي. طيب خرب. ثم حوار اللونج فاير والله عمرو. بعملها كده والله العظيم، ما بعملها كده الترقيصة دي. بص يا حصه، الماتش ده بقعد اعمل لك المهارات فيه اللي انا علمتها كلها، كده كده خسرت خلاص. حقفل انا بقى كده، تفتح انت تلعب بقى
البلاي اوف كان مصدوم اصلا ومش عايز العب. خلص الماتش ده وخش كمل انت فيك يا سلام، مش في المود اصلا. لا يا عم والله حلوة يا عم، لا يا عم حلوة جميلة بتروح كتير، بس انا لما عايز العب تاني فيكس. يا عم دفاعية ولا حاجة يا عم، جينولا قدام لوحده صراحة، هناك قاعد على الناحية التانية في تلاتة في اتنين ساكتين قدام. وات يا اليسون وات، وات حطيت في الارض كده في ايدك. رأيك في البتاع؟ عم اعمل بقى منظر بقى في حياتك بقى يا اخي بقى، ايه القرف ده؟ بس ممتع والله، المفروض انت تحفظ بس حاجات وهي في موقف واحد ضد واحد او حاجه بس تروح فيها. بص بقى الباص ده، ايه رايك؟ امانه عظيم. بص حكله ما راكش كده، مش كده بتعامل
بص صلاح، بص صلاح، ماشي يا كوكو. هلا اصلا هطلع اخش انت والعب بقى، هرب عليكم موبايل كده. ربنا معاك اكسب. كنت عايز اجيب فايف ما تنام. هنلعبوا الماتشين دول امتى يعني؟ بكره بقى ربنا معانا. الله تصبح على خير.